بالانتخابات يا جماعة الخير مثل اللي عم بيلعب غميضة أو بالوردة، بتحبني؟ لا ما بتحبني. ما حدا مسترجي يترشح، بخاف يكون ما في أصلا انتخابات ويأكلوا الضرب ويخسروا المصريات وتروح الحملات وصرف الفرش ديعان. راح ترشح أنا؟ لسه ما قررت. وكل احتمال وارد، يمكن بوتين يضرب على البشرية نووي. سأقضي عليكم ولو كان هذا آخر عمل في حياتي. ويمكن غادة عون تعمل إنزال هالمرة على سطوح المصارف أكيد، وبيوت رياض سلامة وتتمركز فوق المركزي. بدك تروقي أعصابك. قلبي يا غادة مين من غيرك صادة. ويمكن وزير الداخلية يعفش كم إرهاب جديد من اللي قلبكن بيحبن كانوا ناويين يفجرونا وبيوقعوا بقبضة اللواء عماد عثمان يا معلم. موعود أنا بالمصايب والحرائق والسطو المسلح والإرهاب. أيوة في وزراء غيري قاعدين في مكاتبهم بيسمعوا مزيكا وبيطلعوا في التلفزيون أكتر من المطربين. عم بقلكن الاحتمالات كتيرة ومفتوحة، لهيك عدد المرشحين المخبيين تحت الطاولة أكتر بكتير من الظاهرين، وعدد العازفين عن المشاركة بالانتخابات صار عم بينافس عدد المرشحين. بس يا جمالات انتخابات مين دي يا بس؟ ما عرفهاش يا عم. ما فيش يا أخويا حد بالاسم ده. كل أسبوع بيطلع لنا عازف جديد آخرون النائب نهاد المشنوع. يبدو وزير الداخلية السابق حالف يمين يمشي على خطى الرئيس سعد الحريري، ساعة بتعين عباله رئاسة الحكومة. اللي بده يسوق السيارة بده يطلع قدام ليوصل للي بده يوصل له. وساعة أبي يعزف عن الترشح للنيابة مثل ما عمل سعد. وهذا المسلوع عالنار قولي امشي وانا امشي. رغم انه الجماهير كانت والله ناطرته تتوج زعيم، شو باتكن تلبق له الزعامة؟ بس حظ ما في. يمكن برجو معاكسه من كم سنة، تعرفوا بسبب ضياع ساترن بين برج الدلو وبرج الوسط وصولاً لبرج البراجنة. مو مرتاح، معنو بأفضل حالاته، مكركب مهتز. على كل حال ما رح يضيع مقعده لنهاد ديعان، لأنه رح يترك المنصب للشباب. منى وين مقرب؟ وين قعدت على جوجل 10 دقايق؟ أنا اللي لقيت مقرب وين؟ نحن ننطلق من هنا، كرامتنا ستستعاد وسننتصر إن شاء الله. يا ليت الشباب يعود يوما. بعدين شو شب ما شب، بيروت هالمرة بدها قلب. حذروا شو يعني قلب المعجم، يعني فؤاد، ونحن الله نعم علينا بفؤادين. اثنين ممكن نكون نقدر نعمل شيء. مخزومي زميله اللدود لنهاد اللي طالع عباله هالمرة يحافظ على مقعده ويضرب عينه على مقعد المشنوق. انت منك عارف مع مين عم تحكي. وفؤاد الأول عبد الباسط السنيورة، أوه قصة كبيرة صراحة. إيه والله ليوصل الدم للركب، الكابوس على 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 كتافي. يبدو ناطرنا ببيروت معارك حب وغرام، ما كان حدا عارف إنه الفؤادين قلبن رقيق هالقد. وقلب يحتضن الألم دون ما انكسار. يا حنين يا حنين. صرنا حاسين إنه هيدا فالنتاين، بالرغم من إنه موعد الانتخابات ب 15 أيار مش 14 شباط. بس السنيورة رحلة أبعد من الحب والغرام هالمرة. تخيلوا أصدر بهالحشرة كتابين عن التأثيرات السلبية للدين العام اللبناني وعن مالية الدولة. يا بجاحتك. صراحة دولتك خير خبير بالمال العام، شو بدنا بالحكي؟ مين غيرك تلوع واحترق قلبه لما انسرق منه 11 مليار؟ انه مفكرين نسينا 11 مليار، ما نسينا. مين غيرك عرفنا على التي في تاخد عمرنا؟ فكرني هندم على اللي فات. لا. مين اللي عشنا بنعيم بعهده المالي وما خلى قرش يظهر من الخزينة إلا ما يقيدوا بارا بارا وسنت سنت؟ يا ريتك ما وجعت قلبك وطلعت هالتحفتين، يا ريت نسيت وراءن مثل ما فادي كرم نسي خطابه عند أنطوانات. والكل بيعرف انه انا بحضر، يعني بحضر كلمات الحكيم، بحضر كلمات يلي بده المرشحين لحتى اكون بمهنيه عم اشتغل. فادي له 4 سنين ناطر تجي الانتخابات تيسترد مقعده النيابي اللي خسره سنة 2018، ولما حسم الحكيم القرار وبلغ الدكتور فادي يشرف على معراب تيرشحه، ضيع فادي خطاب الترشيح. بالغلط عم يشيل جاكيت بجاكيت، وقعت الوراق. معقول
ولو يا دكتور نسيت خطابك بالجاكيت التاني. أنا كنت عامل حسابي رح تسأليني هيك لهالسبب، أنت عملت حسابي وجبت لك هالورقة معك. شو هيدا؟ رابور حكي؟ لا من مرته. إذا نسيت خطاب ترشيحك كيف ممكن تتذكر الشعارات الرنانة بالخطاب؟ وقال شو؟ بدل ما يعتذر من المشاهدين اللي كانوا ناطرينه على أحر من الجمر، اعتذر من الدكتور جعجع وقال له سوري بعتذر بس بالغلط حكيم. لا لا لا، بعد ما كان شعار المرحلة السابقة بونجور.